إخوان الطلبة، نبلش بالمثال الثاني. المثال الثاني طبعا هو عبارة عن أنبوب معقوف أو معكوس يحتوي على إلبو، وبنهاية هذا الأنبوب موجود عندي جيت. قطر الأنبوب 100 مليمتر والجيت قطره 50 مليمتر. هذا طبعا EL 4.5، يعني Elevation 4.5، Elevation 4.5 متر، مقاس طبعا من مستوى خيالي أو وهمي، معناتها ارتفاع هاي النقطة هي 4.5 عن مستوى خيالي، وهذا المستوى هو Elevation 6 متر، معناتها هذا هو ارتفاعه 6 متر، وبالتالي يصبح الفرق عندي ما بين هذا ال Elevation وهذا ال Elevation هو 1.5 متر، على اعتبار هنا عندي 4.5 وهنا عندي 6 ناقص 4.5 هو 1.5 متر، هذا الفرق بالارتفاع هو 1.5 متر. اقدر اخذ الداتم لاين بهالمكان اخذ الداتم لاين واعتبر الاليفيشن هذا 0 وهذا الاليفيشن 1.5، واضح؟ واقدر اخذ الداتم لاين بهالمكان واعتبر الاليفيشن هذا 0 وهذا الاليفيشن هو سالب 1.5. ليش؟ لانه صار تحت الداتم لاين، اي مستوى تحت الداتم لاين هو سالب، واي مستوى على الداتم لاين يقع هو 0، وأي مستوى ما فوق الداتم لاين هو موجب. عندي الجريان طبعا من هالاتجاه يصطدم بالأنبوبة ويخرج على الألبو بهذا الاتجاه، ويخرج من هنا من هذا الفريجيت بهذا الاتجاه إلى الأسفل. عندي أنبوبة بيتوت موجودة هنا طبعا بمواجهة الجريان أو بمواجهة تيار الجريان. أنبوبة بيتوت طبعا مربوطة على مانوميتر، مانوميتر زئبقي، هذا زئبق باللون الأسود، شوف مأشر لكين زئبق، وعندي هذا الزئبق هو Relative Density، الكثافة النسبية مالته 13.57 أو 0.6 حسب درجة الحرارة، هي أنا منطقة 13.6. وعندي هذا الارتفاع هو 0.5 متر، اللي هو نفسه ارتفاع الزئبق بالمانوميتر، إذا عكست الارتفاع من هذه الجهة أخذت هذا المستوى، بالتالي راح يصبح عند الارتفاع هو 0.5 متر، ارتفاع الزئبق بالمانوميتر هو 0.5 متر. إذا جيت حاولت أن أحل هذا السؤال، أكيد طبعا راح أطبق برنولي ما بين 1 و2، أخذ نقطة 1 مدخل الأنبوبة، هاي خلها ببالك طبعا في كل مسائل أجهزة قياس الجريان وبالأخص بيتوت، دائما تاخذ نقطة عند مدخل الأنبوبة حتى تستفاد من خاصية تصفير السرعة في هذا الموقع، انه السرعة تكون صفر في هذا الموقع، فيبقى عندك فقط الضغط تقدر تحسبه عن طريق المانوميتر او البيزوميتر اللي موجود في هذا المكان او اللي مربوطة عليه أنبوبة بيتوت. والنقطة الثانية اخذها في مكان اخر بحيث تختصر لي أكثر عدد من الطاقات المكونة لمعادلة برنولي، اللي هي إما طاقة الوضع اللي هي الزد، يا إما طاقة السرعة، يا إما طاقة الضغط. فأفضل مكان بالنسبة لهذه المسألة هي نقطة 1، هي على مدخل الأنبوبة، أنبوبة بيتوت، شوف بهالمكان، ونقطة 2 هي في نهاية الفريجيت حتى أستفاد أنه طاقة الوضع معلومة بهالمكان، على اعتبار هي هاي 4.5 طبعا المنسوب الاليفيشن، وطاقة الضغط هي 0 على اعتبار هاي النقطة هي معرضة للضغط الجوي خارج السيستم، خارج الأنبوب، وبالتالي مثل ما قلت لكم هي خارج معرضة للضغط الجوي. المهم أطبق برنولي ما بين 1 و2، عندي السرعة بواحد 0 لأنه بيتوت، الضغط باثنين صفر لأنه اتموسفير بريشر ضغط جوي، وبالتالي تبقى عندي المعادلة هي P1 over gamma زائد Z1 يساوي V2 square over 2G زائد Z2. Z1 وZ2 معلومة طبعا، Z1 هي 6، هاي 6 شوف EL 6 يعني elevation 6 منسوب 6، والZ2 هي 4.5. P1 و P1 طبعا أقدر أحسبها من المانوميتر لأنه منطيني القراءة مع المانوميتر، وبالتالي راح نقول P1 ضغط بواحد
راح انزل الى الاسفل زائد 0.5 في جاما ووتر على اعتبار هذا ماء اللي باللون الابيض. وصلت الى هذا المستوى انتقل الى هذا المستوى لانه بنفس المستوى، طبعا الضغط متساوي في هذه النقطة وفي هذه النقطة. ناقص 0.5 في جاما ميركوري، شوف، واصل الى هذا النقطة يساوي صفر. شوف P1 زائد 0.5 جاما ووتر ناقص 0.5 جاما ميركوري يساوي صفر. اداور المعادلة P1 يساوي الى اخره، واعوض الريلاتيف دنسيتي مال الزئبق. الكثافة الوزنية مال الزئبق هي عبارة عن الريلاتيف دنسيتي مال الزئبق في كثافة او الكثافة الوزنية للماء، ناقص الكثافة الوزنية للماء. ويبقى عندي، شوف، اسحب الجاما ووتر خارج قوس، يبقى عندي 13.6 ناقص 1 في 0.5 جاما ووتر، وبالتالي 13.6 ناقص 1 هي 12.6 في 0.6 او في 0.5 عفوا، يساوي 6.3 جاما ووتر. نعوض في 1، هاي معادلة 1، شوف 6.3 جاما ووتر على جاما ووتر زائد 6، هاي الزد 1 يساوي في 2 تربيع على 2 جي زائد 4.5 اللي هي زد 2، وبالتالي تطلع عندي السرعة. واقدر عن طريق السرعة احسب التصريف في مقطع 2. شوف ليش؟ لانه صار عندي معلوم السرعة بمقطع 2، فأذهب إلى مقطع 2. من صار عندي معلومة السرعة بمقطع 2، أستخدم بحساب المساحة، أستخدم القطر في مقطع 2 اللي هو 50 مليمتر. لو إن علمت عندي السرعة بمقطع 1، راح أستخدم القطر اللي هو 100 مليمتر في حساب المساحة. شوف السرعة عالية جدا لأنه هذا جيت أو مثل البثق، فتكون السرعة عالية على اعتبار أنه القطر ماله قليل. أجي على هذا المسألة اللي هي خاصة بمقياس فنشوري. طبعا مثل ما قلت لكم، مقياس فنشوري هو عبارة عن أنبوبة تبدأ بقطر معين ثم يقل هذا القطر في بشكل تدريجي، ويربط إما بيزوميتر يا إما مانوميتر على هذا الأنبوب أو هذا السيستم، وبالتالي الانبوب البيزوميتر او المانوميتر هو يعني اقدر استخدمه لقياس فرق الضغط ما بين قطر الانبوب الكبير وما بين قطر الانبوب الصغير. فرق الضغط المانوميتر او البيزوميتر استخدمه لقياس فرق الضغط ما بين فرق الضغط للجريان، طبعا ما بين القطر الكبير والقطر الصغير. شوف يعني على القطر الكبير وهنا على القطر الصغير. فرق الضغط عندي هو H يساوي 175 مليمتر، ومنطيني D قطر الأنبوب الكبير هو 125 مليمتر، قطر الأنبوب الصغير هو 100 مليمتر، وعندي هذا الأنبوب ينتهي بجيت طبعا بثق قطره 75 مليمتر، وهذا ارتفاع H مجهول. هو هذا السؤال يقول جد الارتفاع H والضغط P. طبعا هذا السؤال انا جايبه بالامتحان في يعني لدورات سابقة، اعتقد قبل سنتين او ثلاث، وكان الحل مطلوب انه طبعا هذا السؤال ينحل، يعني ينحل مو شرط الا بهاي المعادلة مال فنشوري، ممكن تحله بالمعادلة برنولي، تستخدم لازم برنولي، تستخدم معادلة الاستمرارية، وتستخدم معادلة المانوميتر، معادلات آنية تعوض واحدة بواحدة لأنه كثير مجاهيل عندك بهذا السؤال. فأكو قسم من الطلبة حلوه باستخدام معادلة فنشوري، مع العلم أني نبهتهم أنه ما يصير، أو مو ما يصير، إنما الحل يكون باستخدام معادلة برنولي، فهم حلوه بمعادلة فنشوري الجاهزة. على كل حال اللي أريد أوصله أنه هذا السؤال ينحل بمعادلة فنشوري وباستخدام ثلاث معادلات آنية اللي هي معادلة برنولي ومعادلة الاستمرارية ومعادلة المانوميتر، ثلاث معادلات آنية. ذاك شوية حل معقد. على كل عندي هذا طبعا زئبق الريلاتيف دنسيتي 13.6، السؤال يريد ارتفاع H مثل ما قلت لكم، والضغط P اللي هو بهذا المقياس قبل الجيت الP. لو أجي على معادلة الفنشوري أعتقد هي هاي المعادلة. شوف هاي معادلة فنشوري،
اللي هي السرعة تساوي 2 I1 تربيع في P1 ناقص P2 زائدا كثافة الوزنية في في فرق الارتفاع على الكثافة الكتلية في I1 تربيع ناقص I2 تربيع. طبعا هاي إذا أعيد صياغتها المعادلة بشكل آخر، ممكن أن أحصل على هاي المعادلة، اللي هي V1 تساوي 2G اللي هي التعجيل الأرضي في ال H، هذا ال H طبعا 175 على 1000 لهاي ال H، في ال relative density مال الزئبق ناقص ال relative density مال الماء على اعتبار هذا الخزان بماء واللي دا يطلع من هذا الأنبوب هو ماء، على ال relative density مال الماء أيضا، الكل مقسوما على طبعا كله تحت الجذر مقسوما على 1 ناقص القطر الصغير على القطر الكبير للأس 4، هاي يعني إذا تلاحظ أنه في هذا المكان أنه شوف هاي I1 تربيع إذا نزلناها جوه، راح تصير مقام المقام، ف I1 تربيع على I1 تربيع هي 1 ناقصا ناقص I2 تربيع على I1 تربيع، يعني I1 تربيع ناقص I2 تربيع على I1 تربيع، الباي على 4 طبعا راح تشطب، يبقى عندي فقط القطر، فيبقى عندي 1 I1 تربيع على I1 تربيع هي 1 ناقصا I2 تربيع على I1 تربيع اللي هي D2 تربيع على D1 تربيع. يعني بس يعني حتى أوصل فكرة أنه هاي المعادلة منين جت. المهم يعني أنت إذا تريد تستخرج هاي المعادلة أو تفهم منين جت هاي المعادلة لازم ترجع المحاضرة السابقة على هاي المعادلة اللي هسه طلعتها قبل شوية. فتقدر توجد ال V1 السرعة بنقطة واحد 8.56 متر بالثانية، وعن طريقها توجد التصريف اللي موجود بهذا الأنبوب اللي مار من الخزان باتجاه البثق I1 V1 معادلة الاستمرارية، تستخدم القطر 100 على اعتبار انه V1 بهالمكان وهذا القطر 100. V3 هاي V3 طبعا تستخدم معادلة الاستمرارية على اعتبار عندك صار التصريف معلوم، فش راح يصير V3 يساوي Q على I3، Q معلومة و I3 هي 75 على 1000 تربيع في باي على 4. المهم يعني تطلع السرعة، شوف أكبر سرعة على اعتبار انه القطر أقل بهالمكان. الفي ثلاثة شوف هاي الفي ثلاثة وجدناها الفي ثلاثة، حتى أوجد ال H هذا ال H أقدر أطبق، يعني أنت طبعا عوفك من هذا الحل، هذا الحل مبسط جدا أنه استخدم معادلة الفريجيت هاي اللي أخذناها أيضا سابقا، هذه الفريجيت اعتقد هاي المعادلة الفريجيت، شوف V يساوي تحت الجذر 2GH، هاي المعادلة معادلة الفريجيت على اعتبار انه الجريان اللي طالع من هذاك الخزان هو اشبه بالجريان اللي طالع من هذا الخزان، يعني نسميه جريان باي جرافيتي بفعل هذا الارتفاع اللي هو ال H، شوف هذا الارتفاع اللي هو ال H، هذا ال H المؤثر الهيد المؤثر، فيبقى عندي ال V3 يساوي طبعا وجدت ال V3 يساوي 2GH وربع الطرفين طبعا واوجد ال H 11.79، وتقدر توجد طبعا ال H هاي عن طريق تاخذ معادلة برنولي، طبق برنولي ما بين هاي النقطة وهاي النقطة، او تاخذ ما بين هاي النقطة وهاي النقطة على اعتبار صار عندك السرعة معلومة هنا والتصريف معلوم والضغط ايضا تقدر توجده من هذه النقطة، الضغط على اعتبار عندك مانوميتر او تاخذ ما بين 2 و3. المهم يعني تقدر توجد H، بس الافضل انه تاخذ على سطح الخزان ونهاية الجيت وتوجد ال H. وشكرا جزيلا.